تطورات متسارعة في الأوضاع في غزة بدأت باعتراف 3 دول أوروبية رسميا بدولة فلسطين، هي النرويج، إسبانيا، أيرلندا. طبعا هذه الخطوة اللي رحب بها كثيرا الجانب الفلسطيني وأثارت غضب الجانب الإسرائيلي. إسرائيل أعلنت سحب سفرائها من النرويج ومن أيرلندا للتشاور، وصف وزير خارجيتها القرار بأنه قرار داعم للإرهاب. طبعا ده مرورا بالدعاءات الأمريكية اللي بتحاول تشويه دور مصر التاريخي لدعم القضية الفلسطينية. هي نطرح كل هذه المتغيرات مع ضيوفي. برحب بالدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والاستراتيجية الاستراتيجية، أهلا بحضرتك. ودكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي الفلسطيني، أهلا بحضرتك. كيف تقرأ هذه التغيرات وخاصة بعد الاعتراف من قبل الدول الثلاثة بفلسطين؟ يعني بداية تحية لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين جميعا. الحقيقة أن التحرك الدولي الجديد باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين صحيح أنه يعني استفاقة أوروبية متأخرة، لكن هو بدأ مسبقا منذ سنوات طويلة، والقيادة الفلسطينية كانت تعكف بشكل دائم من خلال مجلس العلاقات الدولية والقيادة الفلسطينية الرئيس أبو مازن الذي يعني آثر أن يتحرك باتجاه تعزيز العلاقات الدولية، باتجاه الحصول على دولة فلسطين في الأمم المتحدة. وكان هناك صولات وجولات للقيادة في هذا السياق، حصلنا على أكثر من 138 عضوا في الأمم المتحدة، اعترفوا دول الأعضاء اعترفوا بدولة فلسطين على المستوى الثنائي. ومن ثم حصلنا على عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012 في ذلك الوقت، وهي العضوية ليست الكاملة، العضوية المراقبة. وبالتالي لأن العضوية الكاملة تحتاج إلى قرار من مجلس الأمن الدولي، وللأسف مجلس الأمن الدولي يعني يواجهنا دائما بقرار الفيتو الأمريكي الذي يقف بالمرصاد لكل طموحات الشعب الفلسطيني، أو حتى يعني حرية الشعب الفلسطيني في الاستقلال، أو أي حتى قرار وقف إطلاق النار يقف بالمرصاد أمامه. لذلك الفهم الدولي والأوروبي تحديدا في عام 2012-2013 واجهنا أيضا قبول دولي ورغبة دولية أيضا من دول أوروبا. هناك نحو 12 برلمان أوروبي كانوا قد صوتوا مسبقا، وأيضا مجلس الاتحاد الأوروبي أو البرلمان الاتحاد الأوروبي صوت أيضا لصالح الاعتراف بدولة فلسطين في عام 2013 و2014. كانت هناك أكثر من 12 دولة أوروبية اعترفت برلماناتها وأصدرت قرارات بالتصويت بالأغلبية الساحقة لدعم الاعتراف بدولة فلسطين، لكن الحكومات لم تنفذ لأسباب سياسية وأسباب لها علاقة بالمصالح الحيوية خاصة ببلدانها. الآن المشهد بدأ يتغير تدريجيا، الاعتراف بدولة فلسطين أصبح ضرورة ملحة لبسط الأمن والاستقرار في أوروبا، مش بس في المنطقة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط. أوروبا بحاجة إلى أن يكون هناك استقرار لديها من خلال أولا تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، المنطقة العربية، والذي لا يمكن أن يتحقق السلام لا يمكن أن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران، وهي الحل السياسي الدولي الذي جاء به الغرب ولم يأتي به الشعب الفلسطيني ولا تأتي به الأمة العربية. حل الدولتين جاءت فيه الأمم المتحدة في عام 1947 قرار التقسيم، ثم أعيد تكراره في عمليات السلام التي دعمتها الولايات المتحدة، وآخر قرار كان قد اتخذه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في عام 2002، قرار ما يسمى بخطة خارطة الطريق القائم على حل الدولتين، وهي مسألة معروفة للجميع. الآن المجتمع الدولي يدرك تماما استمرار الصراع في فلسطين، الدم الذي يسيل في فلسطين، التوغل الإسرائيلي والتوحش الإسرائيلي بحق الأطفال والمدنيين للشعب الفلسطيني ينذر بكارثة ليست إنسانية فحسب، وإنما أيضا كارثة ديموغرافية إذا ما تم يعني تهجير أبناء الشعب الفلسطيني وفقا للمخطط الإسرائيلي الذي يستمر الآن في عملية التدمير والتخريب بهذا الشكل. ينذر أولا بلجوء كارثي كما جرى في سوريا وجرى في ليبيا وغيرها في المناطق، والتي انعكست أيضا على أوروبا على المستوى الاقتصادي،
على المستوى الأمني، على المستوى أيضا الديمغرافي، في التحول التدريجي في الثقافات الأوروبية. ولهذا أيضا ينذر أيضا باستمرار عملية وقف الإمدادات أو الاقتصاد، التجارة الدولية من أوروبا إلى الشرق عبر البحر الأحمر أو عبر قناة السويس. وهذا يعني أن أوروبا تريد استقرارا في المنطقة، وهذا التحول يؤدي إلى سؤال حضرتك. طيب، الذي تفضلت. إذا كان الحل المعروف هو حل دولتين، دولة فلسطينية ودولة الإسرائيلية، هو ده الحل المنطقي زي ما دكتور قال اللي دعت إليه منذ البداية الأمم المتحدة، لماذا كل هذا الغضب من قبل إسرائيل وإعلان حرب معنوية وحرب كلامية وحرب دبلوماسية، وربما بعد قليل هنسمع عن حرب اقتصادية كمان ضد الدول الثلاث، في حالة وعيد وتهديد لأي دولة أوروبية قد تخطو على خطى هذه الدول في الاعتراف بدولة فلسطين؟ يعني طبعا بكل تأكيد يعني هذا الغضب جاي لأنه ضد الرغبة الإسرائيلية وضد رغبة بنيامين نتنياهو تحديدا. بنيامين نتنياهو يعني متبني موقف واضح لا للدولة الفلسطينية، وهو فخر كثيرا بأنه أجهض حلم الدولة الفلسطينية، وهو عمل منذ يعني جاء إلى الحكم عبر 15 سنة أو ما يزيد على أنه يجهض هذا الحلم تماما، وبنسمى عمل كل ما في وسعه ليبقي الانقسام الفلسطيني الفلسطيني حتى لا تقوم دوله فلسطينيه. بل انه في احد تصريحاته منذ نحو 3 أشهر تقريبا يعني تحدث وتحدى الجميع وقال لا دوله فلسطينيه وانا موجود، وان هو يتعهد بان هو يقضي على حلم الدوله الفلسطينيه. اذا اي كلام يتعلق بالدوله الفلسطينيه حتى لو كان تصريحا مش اعترافا بالدوله الفلسطينيه هو بكل تاكيد ضد سياسه وضد رغبه وضد ما يريده بنيامين نتنياهو الذي لا يريد ان يرى الفلسطينيه. طبعا هذا الزخم وهذه الرؤية بتاعت بنيامين نتنياهو أخذت زخم جديد مع اليمين المتطرف. اليمين المتطرف اللي مش عاوز بس القضية الفلسطينية، عاوز يبيد الفلسطينيين نفسهم، مش قصة ان هو يقضي او يقضي على الدولة الفلسطينية، عاوز يبيد الدولة الفلسطينية. احدهم صرح بان هو يضرب غزة بقنبلة نووية، وبعضهم قال تصريحات اكثر من ذلك عنفا يعني. اذا لانه اسرائيل تاني تحاول ان تحمي فكرتها من الاعتراف الدولي، علشان كده كان عنده صدمه سياسيه للي حصل في التصويت في الامم المتحده لما الجمعيه العامه 143 دوله صوتوا لصالح دوله، كانت انتكاسه واضحه جدا. حديثه اللي حضرتك اشرت ليه انه ده يدعم الارهاب، ممثله في الجمعيه في الامم المتحده قال نفس الكلام، ان انتوا لما بتصوتوا لحق الفلسطينيين في الحياه، حياة مش حتى على الدولة بس، انتوا بتدعموا الارهاب وبتدعموا حماس. اذا هو عنده طول الوقت موقف واضح انه لا. طب المشكلة التانية بتزيد ليه بقى مع اعتراف ثلاث دول؟ اولا دول ثلاث دول اوروبيين. لما تشوف تصريحات مثلا رئيس وزراء اسبانيا اللي كمان بيشتغل على انه يقنع دول اوروبية بانها تعترف، هو قال نفس التعبير اللي حضرتك قلتيه والدكتور اسامة قاله، انه دي مصلحة استراتيجية لاوروبا، دي مصلحة لينا في الوقت الراهن انه يستقر الشرق الاوسط. اذا هم بينحازوا لنفس الرؤية اللي عبرت عنها مصر منذ اليوم الاول، انه بقاء هذا الصراع على ما هو عليه باللي بيعمله بنيامين نتنياهو يجر المنطقة الى الجحيم. والجحيم الذي سيفتح في هذه المنطقة لن يتحمل تداعياته دول المنطقة فقط، بل بكل تأكيد أول المضررين من هذا الموضوع هي أوروبا. العالم كله هيتحمل ده، بس أول حد هيلاقي يعني الأمرين من هذا الموضوع هي أوروبا، ومن ثم تتحرك أوروبا وابتدت المواقف تتغير. إذن بثلاث دول تانيين وفي شغل على أنه كمان نستكمل هذا المسار، إذن هناك انتصار سياسي كبير للفلسطينيين وانتصار لرؤية هذا الانتصار السياسي الكبير للفلسطينيين في هذه القضية وصفت من قبل الجانب الإسرائيلي بأنه فشل سياسي. فشل سياسي لإسرائيل. لإسرائيل طبعا، ما هو ده لما يبقى في انتصار سياسي للفلسطينيين بالتأكيد هو ضربة قاسمة للمجهود اللي بتقوم به إسرائيل. إسرائيل طول الوقت بتعتمد على آلتها الدبلوماسية ومحاولة تبييض وجهها واستخدام على الولايات المتحدة الأمريكية والإشاعات اللي خرجت والبروباجندا الإعلامية، يعني طول الوقت هو متصور إنه قادر. وأنا يعني هفتح قوسين علشان اقول انه هو ده تاني لما كنت بقول لحضرتك على الرئيس محمود عباس والاخوه في فتح والسلطه الوطنيه الفلسطينيه، هو في منهج واضح انه الحلول السياسيه والدبلوماسيه اللي هو يتوافق تماما مع الرؤيه المصريه. ولو تشوفي حضرتك في المجال السياسي والدبلوماسي الفلسطينيين ينتصروا قولا واحدا في كل المحافل وفي اي قضيه، لانه اصحاب قضيه أصحاب في المحفل او في الارضيه او في الملعب العسكري والقوه المسلحه ستنتصر اسرائيل. وبناء عليه اسرائيل بتعمل ايه لحد دلوقتي؟ بنيامين نتنياهو بيحاول يجر القضيه كلها الى المواجهه العسكريه او المواجهه المسلحه، القوه والاباده و و و انما كل المتعلق بالقانون والشرعيه الدوليه والدبلوماسيه والسياسيه اسرائيل منتصر، فلسطين منتصر. حسين حضراتكم هنخرج إلى فاصل وبعدين نرجع نكمل بعد الفاصل.
طيب، مع القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية وقرار مذكرة الاعتقال في حق نتنياهو، اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين، هل بتعتقد أن كل ده يشكل أي ضغط بأي شكل من الأشكال على إسرائيل، وبالتالي قد يغير في الموقف الإسرائيلي في الفترة القادمة ولا لا؟ يعني سؤال مهم جدا، لأنه محكمة العدل، محكمة الجنايات الدولية تختلف عن محكمة العدل. محكمة الجنائية الدولية تحاكم الأفراد حتى لو لم يكونوا أعضاء في الجنائية الدولية، بمعنى أنه الدول التي وقعت على قرار أو ميثاق روما عام 1998 124 دولة، فلسطين انضمت، كانوا 123، فلسطين انضمت لهم في 2015. الدول فقط هي التي تجرى فيها عمليات التحقيق في داخل أراضي هذه الدول التي تجري فيها عمليات التحقيق. هذه الدول انضمت إلى الجنائية استنادا إلى ثلاث نقاط. محكمة الجنايات الدولية تحاسب على أساس الاختصاص، والاختصاص القضائي موجود، الاختصاص الموضوعي موجود، اللي هو الجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم حتى ضد عملية السلام، عمليات السلام بشكل عام. وبالتالي هناك أربع قضايا يتم المحاسبة عليهم، قضايا تسمى الموضوعية أو الاختصاص الموضوعي، موجودة في المادة 5 في ميثاق روما. هذه النقطة. النقطة الثانية، وهي موجودة ومنصوص عليها وتم إثباتها في الجنايات الدولية. النقطة الثانية في المحكمة الجنايات الدولية، الاختصاص الجغرافي. كل الدول التي انضمت إلى الجنايات الدولية تستطيع الجنايات الدولية التحقيق في داخل أراضيها. إسرائيل كاحتلال لم تنضم إلى الجنايات الدولية ولم تعترف بوجودها، وبالتالي لا يمكن محاكمة إسرائيل أو حتى التحقيق في داخل إسرائيل. لكن الجرائم التي جرت في غزة والتي جرت في الضفة وفي القدس هي جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي يمكن أو يتم الملاحقة القضائية. ولكن هنا لا نلاحق حكومة الاحتلال مثل محكمة العدل الدولية تطالب دولة إسرائيل أو حكومة إسرائيل، وإنما تلاحق الأفراد القائمين على هذه المجازر حتى لو كانوا من داخل الدولة. ممكن أن تقوم الدولة برفع قضية تحقيق، يعني على غرار اللي حصل مع البشير. بالضبط. البشير أو بوتين أو غيره من الشخصيات. وبالتالي نتنياهو ليس لديه مشكلة في شخصيته، مشكلته بأنه المسمى نفسه. لذلك هناك في وحدة داخل الاحتلال الإسرائيلي، كل المعارضة السياسية وحتى خصوم نتنياهو الذين عارضوه انصدموا من قرار الجنائية الدولية أن هناك رفع قضية على نتنياهو. ليست المسألة في نتنياهو بشخصه، وإنما في رمزية الاعتقال للدولة ولرمز الدولة ورأس الدولة، وبالتالي هم يخشون على مستقبلهم وعلى سمعة الاحتلال الإسرائيلي. ما هي سمعة إسرائيل؟ أولا رئيس وزراء أو أي شخص قائد في هذا الموقع عندما يزور 124 دولة هو معرض للاعتقال بشخصه، هذا أولا. وثانيا بالضبط، وثانيا إن لم تلتزم حكومة إسرائيل بالقرارات التي تصدر من محكمة العدل الدولية والتي تصدر أيضا من الجنائيات الدولية بتسليم هذا الشخص أو بمراجعته ومحاكمته، وإنما يعني ذلك أن هناك عزلة دولية تزداد عليها. وبالتالي رد الفعل الأوروبي أن دولة النرويج أعلنت أنه عند وصوله على أراضينا فورا سنقوم باعتقاله وننفذ القانون، وأيضا ألمانيا قالت ذلك، وأيضا أي فرنسا قالت نحن مع الجنائية الدولية بدون منازع، لأنها دول موقعة على اتفاقية روما ومحكمة الجنائية الدولية. وهذه مسألة تضع إسرائيل في على المحك. وأنا أعتقد أنه إسرائيل الآن كاحتلال بدأت تتراجع مكانتها الدولية بشكل واضح، التي كانت تصور نفسها دولة للديمقراطية ودولة حقوق الإنسان ودولة الوحيدة في المنطقة، الآن بدأت تتراجع مكانتها وربما تنتهي قريبا كما جرى في دولة جنوب أفريقيا التي كانت حكومة أبرتايد وحكومة البيض التي كانت فصل عنصري. هنخرج لفاصل، هرجع بالحقيقة بعد الفاصل بالإجابة، لكن يعني آخر فاصل نطلع لفاصل وبعدين نرجع. الدور المصري كان واضح وقوي منذ اليوم الأول للحرب، ومصر رفضت برضو اليوم الأول فكرة تصفية القضية الفلسطينية، رفضت تهجير الفلسطينيين، ساعدت في دخول المساعدات، كانت هي اللي بتستقبل
وفود التفاوض سواء على أرض مصر أو حتى اشتراك مصر في هذه المفاوضات، لماذا بين الحين والآخر بيتم اتهام مصر بشكل مباشر أو غير مباشر بأنها يعني السبب في وقف المفاوضات أو فشل المفاوضات زي ما حصل النهاردة في CNN؟ يعني هو مش اتهام، أكثر منها ادعاءات، وهذه الادعاءات مصر عانت منها كثيرا خلال السبع أشهر الماضية. هذا لم يكن الادعاء ولا الكذبة الأولى اللي تاخدها إسرائيل أو الإعلام الإسرائيلي والإعلام الأمريكي اللي تاني بيروج للأكاذيب والادعاءات الإسرائيلية في محاولة للضغط على مصر. وكلما تصلبت مصر في موقفها وتمسكت بموقفها، وده معلن بدل المرة 100,000 مرة، بتزيدوا الضغوط الإعلامية. وأنا دايما أقول إنه الحرب الإعلامية بتستعر على مصر، والحرب الادعاءات دي بتستعر على مصر، كلما كان مطلوبا من مصر أن يعني تلين موقفها بعض الشيء، بينما التصريحات والموقف واضح وثابت ولن يتغير. إنما مع كل أزمة بتحاول إسرائيل تحول هذه الأزمة أو تلقي بها أو بلائمتها أو تحمل مسؤوليتها لأي طرف تاني، كما لو كانت إسرائيل بريئة، سواء في موضوع المساعدات اللي العالم كله شاهد، سواء عبر الشاشات أو عبر المسؤولين الرسميين اللي زاروا معبر رفح مثلا بما فيهم جوتيريش نفسه، وقف عند المعبر وشافوا إسرائيل ادعت أن مصر هي اللي منعت المساعدات، وقالت ده وتبجحت به في محكمة العدل الدولية. إذن إسرائيل بتسوق أكاذيب اعتمادا على الآلة الإعلامية والآلة الإعلامية الأمريكية، أنها بتسوق هذه الأكاذيب. وصولا بقى إلى الكذبة الأكبر يعني والأشهر والتي لن تكون الأخيرة، أنه مصر هي سبب في تعطل المفاوضات وتعثر المفاوضات في مسرحية هزلية. يعني أنا بقول ده كلام مش بس سقطة مهنية للسي ان ان او كلام على السي ان ان. اولا ان السي ان ان لم تقدم اي دليل ولن تقدم اي دليل، واي حد يتحدى ان هم يطلعوا دليل واحد او مين اللي قال الكلام ده وازاي. وانا بقول تاني وبتحدى اهو انه في بيقولوا ان مصر غيرت كلام في النسخة اللي راحت لحماس، وده كلام ما يخلش على طفل على فكرة في الحضانة، يعني بالذات بالنظر لدور مصر التاريخي وقدرة مصر على فكرة وحكمتها ازاي بتعمل موضوع التفاوض والثقة اللي واخداها على فكرة من الطرفين. اسرائيل لا يوجد لديها طرف اصلا تثق فيه، ولا الفلسطينيين اكتر من الطرف المصري، سواء انه عارف ضروب هذه التفاوضات وهذه القضية، وسواء ثقة فيه وحكمته في ان هو يدير هذا الامر. انا اتحدى اي حد يقول منهم من السي ان ان المهنية اللي بيتكلموا عليها دي انها تطلع بند واحد كان ايه وتغير لباقي ايه، لانه كلام لا يمكن يدخل على عقل اي حد، لانه الوثيقة اللي هتمضي عليها حماس لازم هتروح لاسرائيل ولازم مع قطر، ومصر لم تتصرف في اي لحظه خلال هذه المفاوضات يا استاذه ايمان الا بالتشاور مع اخواننا في قطر ومع الولايات المتحده الامريكيه، وبيرنس كان موجود هنا، والكلام كله بين الثلاث اطراف. واي وثيقه يعني، عشان كده تاني انا بحاول اسال الناس واقول لهم كل الساده المشاهدين، ازاي مصر ممكن تغير كلام مضت عليه اسرائيل اذا كان نفس الكلام هيرجع للاسرائيليين، واذا كان القطريين، عشان كده اخواننا القطريين طلعوا النهارده كمان بيردوا على هذه الفريه اصلا وهذه الكذبه، لانه كلام حماس نفسهم كلام غير منطقي باي حال يعني من الاحوال. استهجنوا فكره انه اسرائيل بتلقي اللوم في فشل المفاوضات على الجانب المصري، ازاي اذا كانت مصر، انا بقول تاني مصر اللي رعت واصرت على المفاوضات، اللي قدمت بدل المقترح 2 و3، واللي طورت هذا المقترح حتى في المقترح اللي لقى الى حد كبير قبول الاسرائيليين ثم قبول حماس بعد كده. السؤال التاني، ايه مصلحه مصر في انها تغير كلمه او بند في الاتفاق؟ ما هي المصلحه؟ لا توجد أي مصلحة لمصر. هذا وسيط نزيه بيحاول يوصل ويقدم، والجهة المسؤولة عن هذا والطاقم الذي يعمل على هذا الموضوع يعني أفنى من وقته كتير أوي وجهد كبير جدا عشان يصل لنقطة التوافقات، لأنه التفاوض مع الإسرائيليين مش حاجة سهلة خالص، وظل سخافات الإسرائيليين وكل اللي اتفق عليه بيرجعوا فيه ما كانش الموضوع سهل. ومع ذلك مصر كانت مصرة وما زالت مصرة وهتفضل مصرة برضه على التفاوض، ولن يسنيها كل الكلام اللي بيتقال ده ولا كل السخافات دي. مصر متعودة على الموضوع ده، وأنا شخصيا بقول قدر الكبير إنه يتحمل كل سخافات هؤلاء الصغار، لأنها لن تسني مصر. والمطلوب إن مصر ترفع إيدها، ومصر لا رفعت إيدها ولا هترفع إيدها أيا كانت الضغوط اللي جاية من إسرائيليين أو جاية من الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرهم، لأن عندها مبدأ واضح وثابت، لا حل للقضية دي إلا بالتفاوض، إلا بالطريق السياسي وإقامة دولة فلسطينية. دكتور صبحي عسيلة الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بشكر حضرتك.